نوري يا جماعة الخير، حسيلو اليوم قمنا في الحومة العربي ملي كنا على ديفي في البحيرة، توازينا الحوم العربي والتقليدية. حسيلو محلاها السنساسيون العيشة هوني، حاجة واحدة جوست الكيازة تقلق خاطر قرابيها تبدأ تزغرت علينا. أنا داري أخرى بعيدة عليها، أما مش مشكل. المهم نقلبكم، جينا بريسك في السنتر متاع الحومة هذي نسكنو، ومحليهم اللي اكرونا جاو توا عندهم دار اخرى ينظفوا فيها باش يكريوها، ياسر تحفونين ومنظمين. حاسلو الاساسين يعملوا فطور الصباح، قالنا رازلها مزيسة مرتي تعمل فطور 5 اتوال وكل شيء منظم. تنوريه لكم الكوجينة توا، باش نمشيو للكافيتير باش نفطروا، عاملين هاكا فطور الصباح عليهم. تمشي الكافيتير تاخو اللي تحب، راسلي وبنتي سبقوني نمشي نلوز عليهم. وهذا السنتر متاعها حسيلو بنا بعدها الكيازة احنا نسكنو في الدورة. كيف كيف هذي شو ما احلاها الحومة، تحس روحك في حومة عربي. وهذه الكافيتير توا وصلنا لها، وهاكم معايا في نهارنا متاع اليوم. وهذا فطيرنا، خذيت كابوتشينو ومع هذه السبيسياليتي متاعهم كرواسون في لينا يخلط على ميني كعيبة كديما فتلين يعطيوك القهوة مع كويس ماء، باش كان خصيت في الكرواسون تشرب الماء. حسيلو توا كملنا افطار الصباح وراجعين للدويرة باش نمشيو للبحر. ياس شوفو ستيل اخر وكالم على الاخر البلاصة، شفت كان على العنبة للفوق ما شاء الله قديش فيها كعبات مزيانين. وعندهم زادة ديار اخرين في الدورة، وهما هنا خذاو احسن كيفاش نقولوها، ما نعرف شنو يتسمى بالطليان، هم كواك العباد الرحالة يجيو يقعدوا لهنا، جوز تعطيهم بيت يباتوا فيها. خذاو 2009 2010. نوريكم الكوجينة تم بعد، نوريكم السكر. شوفوا الحومة من هون، حسيت حومة عربي عربي في الأزقة. حق عمري ما سكنت انا في حومة هكا، شويه على باب سعدون، باب سويقة، نسكن في باب سويقة تو، باب جديد. نرجع لحومتنا، شوفوا انتم الكرسي والوحدة اللي الفوق باك جراوند تعمل كليب. وهذه حومتنا احنا ودويرتنا احنا تحت العنبة. نمشي نبدلو باش نمشيو. شوفوا حتى بيبها انتيكة. توا بدلنا التيني باش نمشيو للبحر. شوفوا قداش عندهم الهندي دهني، وما شاء الله الهندي عندهم احمر. بوتيك كيف كيف تشريو اللعاب للصغيرات، كل شيء موجود على البحر لهنا. علي من البحر توتو. شوف الموجة كيف تجي. هيا 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 كيف تجي. اوي
رجعت لكم من البحار، حاصلاتكم من بحر التهليل. حاصلوا البحر والبلاصه هذه ياسر محليها. شوفوا البحر قديش زيت، ترى روحك فيه. لايمت لي فات مره هايج، مره مسخ، كل مره كيفاه. من البحر هذا ياسر تحفون، خاطر احنا ما نمشيوش الحق صباح بكري، نمشيو ديما في العشيه، خاطر نقوموا ماخر ونسهروا ما نجموش. حاصلوا معبي باك الحوت الصغير، ادي تحط سيخك وهو يجي ياكلك. محمدكم شوفوا وينه باك الواحده بتاع البيبيات بتاع بنوتي، شوفوا فيها في الحوت. فرشيكا ياسر محليها، كان مازلتوا ما عملتوش البنات بروجرام تاع فرشيك، ننصحكم بالزون هذه ياسر تحفونا، وما هيش غالية برشا، وتشوفوا فيها صرتو كان عندكم صغيرات تشوفوا بالبحر ماهوش غارق وباهي متاع عمان. الزون هذه هو يسمى البحر يونيكو، يبدا ماهوش غارق برشا للصغار، خاطر سما بحورات يبدا من الداخل يبلع. هذايا تحفون، ننصحكم بيشوفوا ما شاء الله قديش معبي على اليوم الأحد، الناس كلها مسبوبة فيه، أحسن حتى من الزون الأخرى اللي كنا فيها. رغم لي حتى الاخر محليه لونه كل شيء، ما هذا حسيته ياسر اصفر. وفما بروجرام بلي كاميرات تشوف كل بحر هايج، ولي من هذوكم وين كل دويت هذوكم، كل واحد حاط كاميرا بروجيكتي على البحر وتشوف اسكو البحر الزون اللي تحب تمشي لها هايجه ولا. انا نخليه لكم الايام نتاعو، ظهر لي اغزي وساق بنتي براسو هاتي يسمع مسخوني. اخذ طاويتي يقول لهم على السلامه. السلامه، عجبك البحر؟ لينا ساخت، قلت لك مني برد ساخت، خليني نخرج تليفوني، شريت له كلبوشات نتاع الماء ولا افيكاس باهية، خوف لا يتهلك لي بالماء مالح، وكل الحويطة تكلي ما نحبلهمش، هما عليك الحوت اللي يعملوه فك البول والدخل ساخت فيه، كون فيكم جربتها الفازة هذيك عمري ما جربتها أنا، هما يجيو هنا ننقص حاسين. المهم خلوني نخرج تليفوني توا المرافقة نتاعكم ومن بعد نرجع لكم. حاسين بني شراف في روحي ما نعرفش باش يطلع الفيديو. المهم وهذه اجواءنا في بحر الطليان، في سود الطليان بلوتو. حاسلو بارتي ريف بارتي مدينه، اما ياسر محليها ستركتور كل هما وعندها الطابع نتاعها، ولاحظتها ياسر رخيصه مش كيف الزون نتاعنا، اغلى معروف على محل احنا الزون غادي، زون الصناعه وزون الخلاوي والكويم، هني جوهم احلى جو. لحوين تسكر مخر وعلى البحر الكل تلقاهم بيوم، فكلمة ميتاسيون حسنو سبدريات وسيكان أول مرة نراهم. المهم هاكم معايا في نهاري وين نمشي بقدر ربي نشارك معاكم الأجواء الكل متاع نهارنا متاع اليوم. فما أدواج زاد، فما التواليت هكا ليت وفي التواليت، فما ألعاب تاع الصغار، فما دي تشيخ عليك لهنيك. Run. احلاها نحطوها لبرا، ماما شيخة عليها حاسلو لينا. هذا الباركينج متاعها البلاصة هذي كبير بالقدا، وهكا يتظلل تحت الشجر، وبحرها عجبني راكح وما يهيجش برشا كيف الاخرين ونظيف. وهكا هذيك لاباري تخلصوا فيها 3 اورو، فما راهو زاد البرا باركينجات بلاش مش لازم عليكم تخلصوا. وعجبتني فيها فاست الترانس، ما نعرفش اسكو تابع الوتله والا يهز في العبيت. ها هاوكا هذاك ريتو فيها الترا توا تعدي وزوز، واحد هكا واللي خرج هكا
مهم توا كملنا الغطسة باش نروحو للدويرة ندوشو ونشوفو بعد وين البروغرام. وهاكو معايا مي الزون هذه بتاع البحر، ننصحكم بها كان جيتو لهنا امشيولو بلاصك توا احسن بحر فيهم. لا محالة، هما كل بحر وعندو الكاركتيرستيك نتاعو، مي كلهم بلاصك يشبهو لبعضهم، مي هذا اللي عجبني ما يهيجش. الاخرين مو ثم ايامات هيجو وريح وكل شيء، وفيه كيف كيف تنجموا تدخلوا حاشاكم للتواليت بلاش، الاخرين في التواليت تدخلوا بالفلوس، وفي الادويش كيف كيف بالفلوس، راه مش غالي، راه 50 سنت. المهم وفات العومه والتبحبيحه، وتوا نرجعوا للدويره باش نعملوا تلويسه وتفرشيكا. ولينا تحب تشيح شعرها، انت تحب تشيح شعرك؟ قلبيها لينا توري فيكم في من شفتها جديده فرحانه بها. صح البنتي صح. حاسلو قالت لك توا نعملها، بدلت لها باش ما ياخذ لي شهوه، خاطر اخر مره خليتها كيكه خذيت لي هو ولات كح، ان شاء الله ما تقرب. شوفوا انا كل المسكره نتاعي كي طاح. المهم كي تجي ومعناتها ما تخمموش في الماكله، كل شيء موجود، مش ماكلتهم ديجا بنينه، وعندهم برشا ماكلات معناتها حديد، ما فيهاش الخوميت وواحد الجبونات ياسر بنينه. جربوا الساندويتش نتاعهم بنين، لما حالة هو غالي شويه وصغر 6 اورو هكا يجي مدور، اما بنين على الاخر الخبز. وتوا نروحوا وهاكم معنا. شوفوا الدار هذه من دراما نعم، شوفوا حطوا البيبان والشبابك والسطح، تحسوا من العهد الحجري، تحسوا كل بني القديم على الاخر، والباب هذاك تحت الارض، تحسوا كي دار الكوميك نتاع سالي هذي تخرج من اللوطه. حومتنا جديده من البحار للحومه العربي. تواليت روحك داخل الحمام. وهذه انا شوفوا، وهذه لينا تعرف فيكم في حويجه بامبينا. توا باش نخرجوا نمشيو نتعشاو، وهاكم معنا نشرتها وكغادي الحوايج وكالعاده بالبور، الشرج ديما بين عندي. وهاكم معايا طلعنا الحومه اللي سكننا فيها، عندها برشا حكايات عليها. الكيازه هذيك عندها التراث قديمه برشا، تمارستو عجبني كيف كيف النهج هذا. شوفوا القطوسه زي تتبورك واقفه في نص الثنائي، قالت ما يخافوش قطاطسهم، ذكروني في قطاطس تونس ما يتحركوش من بلاصتهم. شوفوا هذه الدار حسين ومحليه، وكي تمشي في وسطك الزقاق تحس روحك في المسلسل تاع النوبة. وأجواء تونس حسينو البارتي هذه الكل قبال كانوا في عصر السماء والأعيان متاع البلاد، كانوا الأغلبين لباس عليهم الكل يسكنوا في ليزون هذوما، أما توا ضربها الكريز البلاد ما عادش، حاسلو الأغلبية الديار يبيعو فيها. كيف تكري بحدا الكهرباء، شوفوا أصور عليها منع عام هذي. توا خرجنا حبو بيتي للسنتر متاع الحومة الجديدة اللي سكنا فيها، باش نسكن معايا من هنا وفما ريستوران. وهاكم معانا في نهارنا، ورايا الكيزة نتاعهم هذيا قداش من عام حاسلو عندها، صافي لونتون. باش نستكشفوا انا قبلكم الكاميرا، طلعت عالم ورا الدار نتاعنا واحنا ما في بالناش، شفنا عليها في الانترنت. وراجلي كي حط البارح الكهرباء في الباركينج يلقاها حافله حاسيل، روحنا حكيت ما الساعه ويلقاها الناس الكل على برا. نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا عايدين هنا، افما دي جي دانجر
ومنها هي الكيزة متاعهم. وهذه الكافتير اللي فطرنا فيها الصباح. توتو علينا مشيت تقرا، شوف لكم الحومة اللي احنا فيها، هذيك اسمها تشيتا. كل حومة وعندها الكاركتيرستيك متاعها. اشتقر علينا هذي تبع الحصن متاعهم. الكل بني قديم فيهم ثم ديار جددهم وبرشة ديار حاطينهم للبيع. كريز عندهم سوق الحبوب من هنا. البلاصة هذه تحسها مش في تونس، مبقية لحوم والسقاق متاعهم تحسهم كيف كيف كيف. نعرفش عادة كان عنا احنا فازيت هكا، عنا كل شي اسمها في تونس الحفصية تسبلها شوي. شوف حتى الستركتور متاع الكم ما تقولش نتيح في وسط حسب صندلي وحل. قالك يجي عرس في البطحة ذي، قالك بطحة مزهلزة. فما سوبر مارشي ورانا باش نحسو بيه، اما هدية ما نعرفهاش السيسبار، معنيش منها في الزون غادي. بيتك ما نعرف وين، لحظة ما بين نومين في الحومة العربية، في حومة باب الخضراء ولا في الحجامي. هالبنية هيك ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كان الخاصة. شوفوا قديش مبنى الدرجة الدروج في ربط الحلفوي. جينا للرستورو هذا مسكة باتي، نلقاو حاطين العبيد التصويت عليه اللي هو بيه سيرفيس وتحفون اللي بحدنا سيرفيس وخايف. هذا شوفوا النعناع وعندهم الهندي تيلا الطويلة متاعنا وتوتو قعدت قعدت انتي. توا جينا الريستورون هذا يشكروا فيه الناس الكل، انا باش نشوفوا شنو عنده وندوق ونقول لكم رايي في الماكله نتاعو. حسيتوا شوفوا لونتري شنو يعطيونا، هذا لونتري يعطيوك خبز القرمشو عرش فوكاتش هذا عليه. هذا المنيو اللي ناخذين لها بيتزا، حسيت ما فهمتش ليه محلها من الاعراب يحطوا زيتونه فوق البيتزا. زيت هذه سبيسياليتي نتاعهم. وراجلي خذا فروي مير مقلي ريتين، ذوقوا شنو هي جوها هذي. كرونا ملحة شوية. وهذا المينو خليها تدرس اللي بين فيه بنين وما بين أجيح، وهذا اسكونترينو. وهوني حبو بيتي باش نوقف الفيديو، حاسيلو نص لي سيكونس ما لقيتهمش اللي سجلتهم الاخرانيين الكل، اما مش مشكلة نكمل انساش لكم الفوكال ونعطيكم رايي في الريستوران اللي كلينا فيه. ماكلتو بينا مش خايبة كيف ما شكروه، الحاجة الوحيدة المقرونة حسيتها مالحة بزايد والباقي الكل امريكا الامور واضحة، صرتو اللي خذاها راجلك البلان الاخراني ياسر بنين. وهكا حبو بيتي تعدى نهارنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وعجبكم الفيديو. كان عجبكم كالعادة ما تبخلوش عليا بك اللايكات الحلوة وكالتعليق العسل كيفكم، وربي يخليكم ليا وربي يفرح قلوبكم ان شاء الله. وقد ما نشكر وما نوفيش في حقكم يا احلى عيلة. وتواصلني ان شاء الله في الفيديو الجاي، زاد عنا برشا احداث وبرشا محواسات باش يعجبوكم. وتوا نقول لكم في وديعة ربي، باي باي.